حاجة يلزم يقوم بها مريض السكري كل يوم هو يتفقد سقيه، فيهم شي تغير في اللون، فماشي قرحة، فماشي أمبولة، فماشي كيما نقولوا احنا هكا اون كالوزيتي تكونت كسوسوا على مستوى القاع متاع الساق ولا بين صوابع الساقين. التفقيد هذا ينجم يقوم به المريض وحده، يعني يتفقد ساقيه، ولا ينجم يستعمل مرآة باش يشوف خاصة قاع الساق. ينجم زاد الأمر هذا يقوم به شكون في الأقارب متاعه، ما نعرفش من أبنائه ولا زوجته وإلا عبد، حتى ينجم يكون مختص يتعدى يقوم بالأمر هذا. نظافة الرجلين عند مريض السكري مهمة جداً جداً. أول حاجة نأكد عليها، بما أنه نعرف اللي مريض السكري عنده خلل في الإحساس مع إمكانية متاع بشي تحرق، دونك يلزم قبل ما يحل السبالة يثبت من درجة حرارة الماء، ما يلزمش يكون يحرق. دونك كسوسوا يقوم به الأمر هو وحده بيده، وإلا ينجم يقوم به عن طريق شكون في الأقارب متاعه. استعمال الماء يلزم كيما نقولوا من فوق لفوق، مش لازم نغطسوا ساقينا ونخليهم في سطل منفخين مدة 30 دقيقة ولا قديه، هذه حاجة ما هيش باهية. دونك نراغيو زادة ونغسلوا بين أصابع رجلينا في قاع رجلينا، نستخدموا ماذا بينا كيما نقولوا احنا ان جيل سور غرا باش ما يزيدش يخلي هاك الطبقة المتقرنة اللي هي بدات تجف عند مريض السكري تزيد تتعكر الحالة متاعها. ونخلطوا للتجفيف، التجفيف مهم جدا جدا، كسوسوا في الطريقه نتاعو يلزم نستخدموا احسن حاجه نقولوا احنا مناديل ورقيه مش منشفه، باش يكون التجفيف محكم خاصه بين اصابع الرجلين. من المفروض ما نحكوش باش ما نزيدوش نعكروا حاله الطبقه السطحيه نتاع الجلد نتاعنا. في نطاق ترطيب الجلد متاعنا من المفروض استخدام يوميا مرهم يكون بيان سور طبي، نستعمله على ظهر الساق وعلى رجل الساق باش نحاولوا نحسنوا من نوعية الجلد متاعنا اللي بدات تجف واللي ولات عرضة للتشققات، وكما نقولوا احنا هذوما لي كالوزيتي. مريض السكري عرضة لتكون نسميهم التصلبات ولا الكالوزيتي اللي يصيبوا مناطق الاحتكاك مع الحذاء، خاصة بالنسبة للقاع الرجل وإلا حتى في المناطق اللاتيرال متاع صوابع ساقيه. ولذلك هالتصلبات هذوما من المفروض نعتنيو بهم. كيفاش؟ نستخدموا فما مراهم نسميهم احنا خانية تكون شوية باللوغي ولا بالاسيد ساليسيليك، ما يلزمش تكون نسبة مرتفعة فيهم. علاش؟ خاطر ينجموا هالمراهم هذوما ولا خاصة زادة فما نوع متاع لصقات اللي نجموا يتسبوا بالعكس في تقرح المنطقة هذيك. أظافر مريض السكري يلزمنا نعرفوا كيفاش نقصوهم، ما يلزمناش نكونوا أغريسيف أكثر من لازم، يلزمنا نستخدموا من المفروض مقص خاص، كان نلزم حتى المقصات نستعملوهم للي بيبي، ما يلزمناش نستخدموا مواد حادة، خاطر هذايا ينجم يساهم في جرح الساق، وكما قلنا راهي الساق متاع مريض السكري عرضة للتعفنات، عرضة للتقرحات، ويلزمنا نردوا بالنا عليها بالباهي بالباهي. حسن اختيار الأحذية بالنسبة لمريض السكري هذه حاجة مهمة 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 جدا. علاش؟ على خاطر كما قلنا بحكم التغيرات اللي تصيب الفورمة متاع الرجل، الاحتكاك اللي باش يصير، كل ما هو تقرحات، كل ما هو تصلب راه مربوط بالحذاء. دونك أول حاجة ساعة نأكد عليها، يلزم ماذا به مريض السكري يتفقد الصباط متاعو من الداخل، يكون شي فيه حجرة، تكون شي فيه دخلت حاجة تنجم تجرحه. حاجة أخرى، يلزم يكون الحذاء له صلب جدا له لين جدا، من المفروض زادة يكون مغلق، ما يلزمش يكون نلبسه لا شليك لا صنديل لا حتى شيء. بالنسبة للنساء من المفروض ما نختاروش أكل تالون العالين، من المفروض ما يفوتش التالون 4 سنتي، خاطر هذا الكل يزيد يخلي هكا لي كالوزيتي ولا التصلب اللي يصير في قاع الرجل يزيد نتعرضوا ليه أكثر وأكثر. بالنسبة للأحذية متاع الرياضة، على خاطر احنا نحثوا مرضى السكري باش يتعطوا الرياضة خاصة المشي ولا حتى الجري شوية، من المفروض يحسنوا استخدام الأحذية متاعهم باش ما يتعرضوش أونكور أون فوا لهالمشاكل متاع التقرحات ومتاع التصلبات اللي باش تصير.
مريض السكري ساعات يستحق باش يعمل كما نقولوا احنا هاك الفراشه ولا لاسومال اورتوبيديك اللي هي مازمش تكون ستاندار، يلزم تتعمل عند مركز طبي خاص بالامر هذايا، خاطر لازم تكون ملائمه لك الاعوجاج والتصلبات اللي تصير في الساق نتاعو هو بالذات. ويلزم الفراشه هذه تتحط في الصبابط الكل بيان سور، يلزم الصبابط من المفروض نزيدوهم نومرو ولا شطر نومرو باش مزاده ما يصيرش احتكاك اكثر في الرجل نتاعو. باش نجمو نلخصو، مريض السكري من اهم حاجه انه يلزم الساعه كيما نقولوا احنا يحاول انه مرض السكري نتاعو يكون معتدل اكثر ما يمكن. العوامل الكل اللي تنجم تأثر خاصة على الشرايين متاعو كما ارتفاع ضغط الدم، كما ارتفاع الشحوم، كما التدخين، هذوما الكل من المفروض نحاول نتحكم فيهم نجتنبوهم باش ما نزيدوش نعكروا مشاكل كما نقولوا احنا الدورة الدموية في الرجلين، ما نعكروش مشاكل هاك كل ما هو خلل على مستوى الإحساس، نحافظوا بالباهي بالباهي على الرجل متاعنا على الجلدة متاعنا اللي هي الحاجز بالنسبة لكل ما هو مشاكل تنجم تصيب الرجل متاع مريض السكري.